ماشي في بالك ان راه التلامذ غيضحكوا عليا، المدير باقي راه يشوف لي ديك النظره، الاساتذه عندهم هزوا معايا الضد، عندهم مدير هز معايا الضد. دخل عادي، ما تاثرش في المساله هذه، واحد الحاجه اللي غادي يوقع لك وغادي يوقع لواحد اخر، يعني اعتبر مساله عاديه، ما تاثرش النفسيه ديالك. كلشي دوز مزيان ان شاء الله، كلشي دوز مزيان. هذه حسب كما قالوا لك الاخوان في البوليس، هذه حسب غاتجربه دازت لك في الحياة ديالك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا اللايف. كنشكركم بزاف، وكنشكر كذلك موقع أخبارنا على هذه الفرصة اللي تحتنا باش نعرضوا واحد المشكل من بين أخطر المشاكل اللي كتوقع في المدارس العمومية، واللي كنحاولوا ما أمكن من خلال هذه الرسالة اللي كنوصلوا لكم كنطالبوا كذلك بوقف العنف ضد الأطفال، وخصوصا ضد الأطفال القصر. عندنا قاصرين خصنا نوقفوا العنف ديالهم. الاسم ديالي هو احمد صيار، استاذ تعليم الثانوي. اليوم غنحكي لكم واحد القصه اللي وقعت للولد ديالي، ولكن ما غاديش نحكيها لكم انايا، خصني تسمعوها من عنده هو، لانه هو اللي الطريقه باش غادي يعاودها. انا ملي سمعت داكشي اللي وقع له، داك الاعتداء اللي وقع له، اعتداء جسدي عنيف عنيف جدا من طرف مدير اعداديه هنايا في تطوان في الحمامه، يعني تعامل معاه بواحد القسوه شديده بزاف، اللي ما فهمتش انايا ديك القسوه علاش، ومن بعد من اللي استفسرنا، من بعد من اللي عرفنا عاد عرفنا علاش. غادي يعاود لكم الولد، غادي يعاود لكم شنو وقع، وغتسمعوا له مزيان، سمعوا له مزيان، الله يجازيكم بخير، وغتعرفوا كيفاش وقع له الحاله، وديك ثلاثه ولا اربعه دقائق اللي عاشها، واللي هي تقريبا كانت بحال ساعات ديال الجحيم. تفضل اولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين قناه اخبارنا. انا نحكي لكم القصه ديالي والمشكل اللي وقع لي مع المدير ديال المدرسه. دابا حنايا في القسم عندنا نهار الاربعاء مع الساعه 3:30 5:30 عندنا حصه ديال العلوم، ماده العلوم، ومن بين ديك جوج سوايع عندنا استراحه، مفترض ما كنخرجوش، ولكن هذا العام الاستاذ المدير قرر يخلينا نخرجوا. خرجنا ورجعنا لحدا القسم انا وصحابي كنستناو يجي الاستاذ يدخلنا، عاملين صف كنضحكوا انا وواحد صاحبي كيعيط لي باسماء وانا كنعيط له باسماء، وكنا حنايا واقفين حدا الباب ديال القسم كنستناو يجي الاستاذ يدخلنا، وكنضحكوا انا وصاحبي كنعيطوا لبعضنا القاب، والمدير كنسحب له انا كنت كنلقبه هو، وبحالي ما عجبوش الحال ولا ما عرفش، وجا عندي قال شكون قال القرع؟ العيال كاملين قالوا له انا، جا عندي جبدني من ودني قال لي شنو عندك معايا ولدي؟ قال لي انتينا باك استاذ وباقي عاقل عليكم العام اللي فات، قال لي انتينا باك استاذ باقي عاقل عليكم العام اللي فات، وديك الساعه عطاني طرشه والخاتمه في يده، عطاني طرشه في وجهي وكي طرشني وانا كنت زعزع، يعني القوه ديال الدقه كانت لدرجه انا كي زعزعني. جيت في واحد صاحبي ضربته في راسو، وعاود كيضربني بهاد اليد وكيشبرني باليد اخر، كيعلي يدو في السما وكيضرب، وبعد المرات كيفتح يدو بجوج وكيلصقني، وموراها عطاني بنيه هنايا زير عليا التنفس وانا حنيت هبطت هيدا، ومرها عطاني طرشه وطحت، الطرشه بحال اللي دفعتني وطحت جيت في الارض، ومرها عطاني تشوطي، وفاش عطاني ديك تشوطي انا بحالي ما عجبنيش الحال، تحقر عليا حدا صحابي وما عجبنيش حالي مظلوم بحال هيدا، عطاني تشوطي وديك الساعه زبل فيا وقال لي نوض دخل القسم ديالك. انا دخلت القسم والاستاذ باقي كيعايرني، الاستاذ كيعايرني وكيقول لي قله الحياه، ومشكلة الخطا ما كانش ديالي، انا كنت ملغ مع صاحبي والمدير كيضربني وانا ما عارفش علاش. دخلت القسم كنشوف الاستاذ كيحرك شفايف ديالو ما كنسمع والو، كتشوف غير الاستاذ كيحرك شفايف وانا ودني ما كاينينش، صاحبي جالس حدايا كيهضر معايا كنسمع بشويه، وعيني كنشوف بحالي داكشي مظلم، فاش كان المدير كيضربني بحالي ما كنشوف والو، عيني كانوا مشدودين، وكندخل القسم ما عارفش حتى شنو كنكتب، هادي ملصقه في هادي وما عارف والو، وما كانش خاصني نخرج من المدرسه في ديك الوقت، خفت عنده يزيد يضربني المدير، وكنت خايفان بزاف خايفان بزاف، والحريق وصل لواحد الدرجه كنت كنقرر نسالي هادشي كامل، نقرر ننتحر ونسالي كل شيء،
فكرت باللي جهنم، اذا انتحرت دابا عندي حياتي في الدنيا وفي الاخره. قلت خلي عيدوز هاد الشيء عيدوز. دخلت القسم صافي، خرجنا من حصه العلوم وهيدا هيدا بقات دخلنا الحصة ديال الفرنسي وصافي، كانت هذيك آخر ساعة. خرجت من تمك ما عاودتش شفت المدير إلا فاش كنا خارجين، شفتو كيفتش في الأقسام، كان دونك كيفتش عليا وما كانش خصني نعاود نشوف فيه. كنت خايفة بزاف، كنخاف منه بزاف، وأنا كان حتى أنا خصني أي حاجة، خصني يتحقر على هذا المدير، خصني هذا المدير يجي شي واحد اللي يتحقر عليه كيما عمل لي هو، خصني اللي يظلمه. وشكرا على تسمعكم ليلي. إذن أنا ملي رجعت من الخدمة كنجبر الولد، قال لي المدير اليوم راه ضربني. ملي كنشوف وجهه كنشوف وجهه هنا منفخ، عنده واحد الكدمة ولكن منفخ من هنا، من هاد الجهة هادي، من هاد الجهة هادي كان وجهه منفخ، من هنا ومن هنا منفخ. كنشوف ودنه هنايا من اللور كنلقاها هنايا فيها الدم، يعني أنها جرلو ودنه من هنا وجرلو ودنه من هنا. قلت له شنو وقع؟ قال لي بابا اللي وقع اللي وقع اللي وقع. ديته للمداومة للشرطة، كم هاللي وقع اللي وقع. قالوا لي غدير للسبيطار دابا باش تسجلوا باش تعمل له الشهاده الطبيه باش يشوفوا طبيب. فعلا ديته وسجلناه، ولا غدا رجعته عند الطبيب باش شافوا الطبيب. ملي شافوا الطبيب اولا بعد باش دخلته ليرجونس ما خلصش، لان كاين واحد القانون جديد لا فيونونس كونتر لي مينور، راه دايره اخطر شيء. ما تخلصوش منه، دوزوه هو الاول دغيا دغيا دوزوه وشافوه. لا غدا شافوا الطبيب وفحصوه مزيان، عطاه الشهاده الطبيه 10 ايام. دونك 10 ايام علاش؟ لان الولد غليط في الجسم ديالو، داك الدق ديالو ما بانش فيه داك الدق. لو كان ضعيف في البنيه كان يهرس الله يحفظ شي ضلعه ولا شي حاجه، ولكن بان الدق في الوجه، في الوجه بان الدق، بان الدق هنا وبان الدق هنايا. يعني كان عنيف الولد، كيقول على انه ملي كان يضربني كنت كنطيح، بمعنى ان الولد ثقيل وغليظ. يعني مادام الولد طاح الا وكان الدق مجهد، وكان كيقول له انا راه عاقل عليك العام اللي فات انت وباك، بمعنى ان الدق ما كانش الدق باش يربي على شي حاجه قالها، وانما كان الدق باش ينتقم منه، باش يبرد فيه واحد الحق اللي كان بناء على شي حاجه اللي وقعت العام اللي فات. بون شنو وقع العام اللي فات؟ العام اللي فات هو انه ما بغاش يسجلوا، مع العلم اننا ساكن حدا المدرسه، وانا مشيت للمديريه عطاوني المغادره فيها الاسم ديال المؤسسه، هو رفض ما بغاش، خلاني شهر وانا كنمشي ونجي. ديك الساعه تسمعوش كيفاش وقع بالضبط في هذا. عملت شكايه للوكيل الملك، ديت الولد استمعوا له بالتفصيل الدقيق، شافوا له وجهه، شافوا الضرب اللي في وجهه، والله وقالوا اللهم هذا منكر، واستمعوا له مزيان. ملي عاود لهم تقريبا انا بكيت في ديك اللحظه فاش كان يعاود لهم، لان داك الشيء كان مروع بزاف بزاف، ديك العنف هذاك. البلاصه اللي كان يضربوا فيها الكاميرا، وانا كنطالب هنايا السلطات القضائيه والسلطات التعليميه بالافراغ ديال ديك الكاميرا، وتوري لي ديك الكاميرا كيفاش كان هذا السيد كيضرب ولدي. هذا الشيء اللي بغيت نعرف انايا، وعلاش راح نعرفناه، ولكن كيفاش كان كيضربوا؟ حشوم عليه، هذا راه قاصر كما كان الحان، راه قاصر. وزيدون هو مدير، يعني ماشي تا استاذ ديالو. كون كان استاذ لي ضربوا نقول له واخا يمكن هذا الولد عمل شي حاجه، يمكن هذا الولد في القسم عمل شي حاجه، ماشي مشكل تقبلوها ونزيدوا، ويمكن نزيدوا انا نضربوا ماشي مشكل الا كان عمل شي حاجه، نربيه ماشي مشكل. ولكن باش يضربوا مدير بديك الطريقه هذيك وبديك العنف وبديك القوه هذيك، ويجبد له ودنه ويضربوا هنا ويضربوا هنا، وهو ادلت وكيضرب واحد الولد اللي هو قصير، راه حشومه. شكايه عملناها للسلطات التعليميه والقضائيه والبوليس، الله يجازيهم بخير، سواء عند وكيل الملك سواء في الشرطه، دعموا هذا الولد وحاولوا ما امكن يخليوه ينسى هذا الشيء ويشجعوه باش انه يرجع للمدرسه. وان شاء الله احنا كنطلبوا التحقيق السلطات التعليميه في اخبارها. السيد المدير الاقليمي وصلوا في الصباح شكايه وبصور وبشهاده وبمحضر وبكل شيء، كنطالبوا اتخاذ الاجراءات في حق هذا السيد هذايا اللي تعدى على هذا الولد لدرجه ان ممكن نعتبره تعدي، لدرجه ان ما عرفش واش بغى يقتلوه ولا ما عرفش شنو يبغى يعمل. السلام عليكم، انا الام ديال طه صاير. المهم هو الزوج ديالي حكى لكم واحد المقتطف من هاد الواقعه اللي وقعت لولدي. الصراحه انا خصني نسال هاد السيد المدير، هو عنده جوج الوليدات، عنده جوج الذكوره
تبارك الله. كيفاش كان غادي يكون رد الفعل ديالو لو كان جا ولدو يشكي له بالمدير ديالو عمل له نفس التصرف اللي عمل لي لولدي، تكرفص لي عليه نفسيا وتكرفص لي عليه جسديا باش نشوف لودني ودنو لولدي ودنو نلقاها مطرطقه ومن هنا كامله هي باقي الاثر بالدم مجروحه هكا. يعني القوه ان كيفاش جبد له ودنو، الكدمات من لهنا ومن لهنا كيف كان كيضربوا بيدو، العنق ديالو من لهنا ومن لهنا كامل باقي بليطراس ديال يدو، الكرش ديالو يعطيه البنيه لدرجه ان ولدي يطيح، ولدي تبارك الله غليظ حتى يعني علاش شنو غيكون عمل هذا الولد كاع واخا يكون قال لك القرع، هاد القرع قال لك عندك اجراءات ممكن تتخذها قبل ما تضرب لي الولد، عندك مجلس تاديبي، عندك استدعاء الاباء، عندك توقيف التلميذ، عندك توبيخ في الاداره ديالك ولا في قسم ولا، ولكن باش تمارس عليه داك العنف حدا التلامذ وحدا الاساتذه وفي لحظه ديال الاستراحه والابناء في هذا السن هذا 14 عام يعني في خيار ما فيه ديال المراهقه وتحقر عليه نفسيا وجسديا، انا ما نتقبلش هذه المساله. وخا يكون هذا الولد اللي كنعملو مع العلم ان ولدي كيقول ما قالش داك الشيء للمدير، قالوا التلميذ معاه صاحبه زملاء كيقولوا بيناتهم القاب، ما كانش عليه يعمل رد فعل مباشر في الولد وحده التلامذ بديك الطريقه هذيك. انا كنطالب بالحق ديال ولدي وكنطالب والحق النفسي اكثر من الحق الجسدي اللي عمل له، لان ولدي متاثر. كيفاش غادي يرجع لهذا القسم؟ كيفاش غادي يدخل مع هذا الاستاذ؟ كيفاش غادي دائما غيبقى عنده داك الخوف من الاداره، الخوف من المدير؟ عندك وكنخاف تاثر حتى على النقطه ديالو، حتى على النفسيه ديالو، حتى على 10 ايام غادي يجلس لي بلا قرايه، غادي يفوتوه واحد المجموعه الدروس. يعني الصراحه تكرفص عليا، تكرفص على ولدي، تكرفص على باه، الجو في الدار مغير، خوته كيبكي، والنهار اللي وقع له داك الشيء الامهات في النص اللي كيعيطوا لي، والله العظيم امه عمري عرفتها كتبكي، كتقول لي انا حطيت راسي في الموقف ديالك، انا ملي كان ولدي كيعاود لي داك الشيء حاشاك بغيت الرد بقوه انني كيفاش تاثرت. وانت لعبتي في الولد الكاراتي، شنو غيكون عمل هذا الولد كاع؟ كاين طرق، انت مدير تبارك الله عليك دوزتي يعني كنتي استاذ طلعتي مدير عندك وليداتك، كاين طرق خصنا نكونوا متحضرين، ماشي ديريكت هما نجيو نطبقوا القانون على ولد عنده 14 عام، عيب، وانت عندك الولاد يعني مجرب شنو الابوه ومجرب شنو الابناء. انا كنطالب بالحق ديال ولدي، وولدي باش يرجع لي لهاد المدرسه، ديجا كان مأثر العام اللي فات ملي ما بغاش يسجل لي الولد، وقعت حادثه شهر وحنا كنمشيو ونجيو، وفي الاخر فاش مشينا انا والراجل دخلنا عنده الاداره تعامل معنا بواحد المعامله منحطه في الحاضر الارض، خرجت انا من الاداره كنبكي، خرجت عنده من المكتب ديالو كنبكي، بيني وبين المدير 6 متر وهو جالس في المكتب مربع يده، وانا والزوج ديالي واقفين في الباب، مع العلم ان حتى الزوج ديالي رجل تعليم، وكان حتى هو في الاداره، وما عمره تعامل، كان هو كيدير مع التلامذ في الداخلي وكيحفر لهم ابار وكيدير لهم مشاريع، هو يعني عارف شنو. وانت كان خصك تتعامل معنا باسلوب، انا هو كيقول له انا الزوج ديال الاب ديال طاسير، وكيقول لنا ومن بعد الله يجازك بخير خصني نسجل الولد، انا ما سجلت حتى القوده ما عاد غنسجل الجداد، ايوا ومن بعد انا رجل تعليم ومن بعد، واش بهكا بهذا الاسلوب غادي نتعاملوا حنا مع الجيل اللي دابا طالع مع الجيل الجديد بالعنف؟ ما بقيش العنف، العنف ما اصلا ممنوع. المهم قصه طويله ما غادي نحكيوش كلشي بالتفاصيل. الجهات المسؤوله خصوصا الجهات التعليميه هو انه يحاولوا ما امكن يعملوا شي اليه الانصات ديال التلامذ، واحد الاليه اللي تكون داخل المؤسسات الانصات. كانوا عملوها شي ايامات شي في عهد الحكومات السابقه ولكن ما بقاتش مفعله. الانصات للتلامذ راه مهم، التلامذ ملي لقى شي شخص في المؤسسه اللي بقى يعاود له ويعاود له داكشي اللي كيعاني ميه راه مهم بزاف. والعنف، العنف راه العنف في هذا الجيل هذايا ما يصلحش مع العنف، هذا الجيل هذايا يصلح معاه هذا الجيل ديال الانترنت وديال هذا الجيل راه واعي، هذا ماشي الجيل ديال شحال هذه ما عرفش. دابا راسكم تعرفوا واحد القضيه، كاين بعض المدراء كيظنوا على ان المؤسسه ديالهم ملك ديالهم وكيتعامل بحال هو الباترون ديال واحد الشركه ديالو. لا سيدي، راك انت مسير ديال واحد المرفق، انت الدوله عطيك مرفق تسيرو فقط، ماشي تملكو وتعملو بحال على انه ديالك، لا هذه ما كايناش. ومسألة أخرى، هل الجيل هذا خص بنادم يعرف كيفاش يتعامل معاه؟ الجيل اللي هو عارف أكثر من أنت عارف. المعلومة دابا ما بقاتش كتجي من الرجل التعليم ولا كتجي من التلميذ، وبالتالي خاص تغيير المناهج الدراسية خاصها تغير، تغير، ما بقاش احنا عايشين في 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 في, في 1906 في 1900 و2006 مناهج خاصنا نبدلوا. الجيل هذا ولا عارف أكثر من الكتب اللي كنقريوهم، عارف أكثر
وخصنا حتى الطرق ديال التعليم خصنا نبدلوها، والطرق ديال التعامل معهم خصنا نبدلوها. التعامل ما بقاش شحال هذه، ولا خص تعامل واحد اخر. والعنف راه ممنوع، راه كما كان الحال. هذا قاصر ما كيحكمش، حتى القانون ما كيحكمش عليه. قاصر طفل، باقي طفل، وانت ادولت، انت كبير، راجل كبير، كتمارس عليه العنف بديك الطريقه هذيك، وبناء على شي حقد كان عندك شحال هذه، وانت عام وانت خازن داك الحقد هذه، وكتمارس عليه داك العنف. ما تصلحش تكون في المنصب ديال المدير، ما تصلحش نهائيا تكون في المنصب ديال المدير. الا شي نهار غتقتل شي واحد، حنا راه الايامات اللي كنا كنعملوا الامتحانات للاساتذه باش ندخلوا للتعليم، كنا كنستفزوهم. حنا كلجنه ديال الاختيار الاساتذه كنستفزوا داك المترشح، كنستفزوه، كنحاولوا نشوفوا فين ممكن يوصل في الاعصاب ديالو. واحد كنعقل على واحد من هنا، وكنخاطبوا واحد المترشح، ملي استفزيناه تعصب بواحد الطريقه ما تصورش. جيت انا قلت له اسمح لي اخي، انت ما تصلحش للتعليم، انت الا دخلناك للتعليم شي نهار غتقتل شي واحد، اسمح لي ما تصلحش للتعليم. وفعلا تعصب لواحد الدرجه وبدا كيترعد هادي، وبدا ما يصلحلوش التعليم. التعليم خاص شي انسان يكون هادا وكيضحك ويكون يضحك مع التلامذ، وهادي مربي اجيال. ماشي انت العنف وكتعلم فيه الكاراتيه، هادي حشومه، والله العظيم الحشومه. كنطالبوا من السلطات انها تاخذ الاجراءات القانونيه، وهذا الولد هذايا، سواء هذا الولد سواء ولاد الشعب كاملين اللي كيتعرضوا للعنف الغير مبرر، العنف الغير مبرر ولا مبرر في القاصر، ما كاين لا عنف مبرر ولا غير مبرر، حشومه كاع. وشكرا لكم، وشكرا لهذا المنبر هذايا، كنشكرهم بزاف. خبرنا الله يرحم الوالدين ديالكم والمنابر الاخرى اللي وقفت معنا، الله يجازيكم بخير. شكرا اللي وصلتوا هذه الرساله هذه، وتحياتي لكم، والله يرحم الوالدين ديالكم، وشكرا بزاف.